على غرار لعبة فيربي الإلكترونية الأمريكية والتي تم إنتاجها لأول مرة عام 1998، كشفت شركة يابانية ناشئة تسمى كروفاكس عن روبوت جديد قالت إنه مصمم ليحب البشر. لوفوت هي عبارة عن مزيج بين كلمتي لوف وروبوت أو الروبوت المحب، وهو يتحرك بعجلات ومزود بخمسين مستشعراً ويستخدم الذكاء الاصطناعي للتفاعل مع البشر وتكوين ارتباط عاطفي معهم. إنه يشبه حيواناً أليفاً أو رفيقاً دائماً. لقد توصلنا إلى هذا المنتج لأنه في اليابان لدينا الكثير من الأشخاص الذين لا يرغبون في الحصول على كلب أو قطة لعدة أسباب، حينها سيكون هذا الروبوت مناسبا لك. لوفوت يستطيع التفاعل مع أمزجة الناس ويتبع مالكه عندما يطلبه بخاصية التعرف على الوجه، كما يملأه الدفء عندما يلمس يد الإنسان وينام عندما يحصل على عناق بشري. دعنا نقول إنه صديق جديد، صديق خجول سيختبئ في المقام الأول، ولكنه بعد دقيقة سيخرج بدافع الفضول والتفاعل مع مالكه الجديد، لذا فهو كالحيوان الأليف الذي يمكن أن تقضي معه وقتا ممتعا. لوفوت ظهر في عدة معارض تكنولوجية ودولية، آخرها مهرجان SXSW الذي يقام حاليا في مدينة أوستن الأمريكية، وسيتاح للبيع الجماهيري في اليابان أولاً خلال سبتمبر المقبل بسعر يصل إلى أكثر من 3000 دولار، وتخطط الشركة لبيعه لاحقاً في الولايات المتحدة مطلع العام المقبل.